كمان المصريين بيقولوا ايه لصلاح مع بداية عام جديد في حياته. نطلع نشوف المصريين بيقولوا ايه ونرجع لكم تاني. بقول لكم كل سنه وحضرتك طيب كابتن محمد، وعقبال مليون سنه وبنزيد من بطولات اكتر واكتر مع ليفربول او منتخب مصر، ومستنيين منك البطوله امم افريقيا، وان شاء الله تبقى هداف البطولة الامم افريقيا ان شاء الله. بقول لكم كل سنه وانت طيب، وبنحبك يا فخر العرب والله الصراحه، يعني مشرفنا بره وجوه في كل مكان وفي كل حته. محمد صلاح اسمه موجود في، يعني لو رحت اي مكان انت مين؟ محمد صلاح. انت مين؟ محمد صلاح. مفيش اي لاعب تاني خالص ولا اي مكان تاني، هو محمد صلاح وبس، نمبر 1. يا رب يكسب البطوله، هيفرحنا كلنا. اقول له كل سنه وهو طيب الاول ابو مكه، ربنا يكرمك ان شاء الله، وعايزين البطوله، احنا عايزينك تمتعنا بالبطوله، عايزين نتفرج على بطوله حلوه. والنهارده تقريبا كمان زياره او مقابله الرئيس السيسي لهم، اكيد هتزود عندهم الحافز، هي زودت عندنا احنا الحافز. يا رب معاكم. كل سنه وهو طيب، وربنا يوفقه ويكرمه وينصره دايما. انا اقول له يعني انت مشرفنا في كل حته، يعني انا عايش بره وهو مخلينا دايما فخورين كده بان احنا مصريين بره وفي كل حته. وانا امبارح اصلا حاولت اقول له تعالى ينور فرحي، ولو اتفضل ينزل وكده، بس طبعا التامينات وكده كان صعب اكيد طبعا. شاوردك البركونه امبارح، شاولي البركونه وقال لي الف مبروك، وكانوا كان يعني هو كان يعني حاسس ان هو كان مبسوط، بس انا عارف التعليمات اكيد صعبه ان هو ينزل. بس هو يعني الامل عليه كبير ان شاء الله في البطوله، والامل في المنتخب كله، وربنا يوفقهم ان شاء الله يعني. واحنا يعني مبسوطين ان احنا بالصدفه حلوه ان احنا كان المنتخب هنا، وربنا يوفق المنتخب ان شاء الله. كل سنه هو طيب وربنا يوفقه ويفضل على طول رافع راسنا كده. والله انا اقول له كل سنه وهو طيب، وربنا يا رب يفرح قلبه زي ما هو مفرح الدنيا كلها، وزي ما هو مفرح مصر، عمل حاله جميله كده ما بين الناس، الفه، وابتدوا يتجمعوا وابتدى بيبقى في شعور بالانتماء للبلد. اقول له كل سنه وهو طيب، وعبال 100 سنه وفي هنا في سعاده، ودايما مفرحنا يا رب، واتمنى ان انا اخد صوره معاه النهارده ضروري. اقول له سنه وهو طيب، وان شاء الله السنه الجايه ناخد الدوري الانجليزي كمان بقى، يبقى الشامبيونز ليج. كل سنه وهو طيب.